فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يفضلون الأديان الوضعية كالديمقراطية والاشتراكية يفضلونها على الإسلام، هل يقال بأنهم كفار؟ وأنت تشك في هذا؟ اللي يقول أن الديمقراطية والليبرالية والماركسية وأحسن من الإسلام أو مساوية للإسلام، هذا لا شك في كفره والعياذ بالله. والحمد لله الآن الليبراليين سلط الله بعضهم على بعض، صاروا يرد بعضهم على بعض الآن، وهذا من نصر الله للحق والحمد لله. نعم.